السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش، واليوم رجعنا في فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن رد على التعليقات اللي جتني اليوم. أحد الأخوة أو إحدى الأخوات كتبوا لي تعليق تحت فيديو التسوق من المحلات الاختصاصية، إنه فيلين دانك، يعني طبعا الفيديو كان حل أول تايل فحص شرايبن، فهي كتبت لي أو هو كتب لي إنه شكرا جزيلا، طبعا في الألماني، إنه أنا أعتقد إنه المستوى الكتابي اللي أنت استخدمته إنه غير مناسب للواحد ينجح بامتحان البيتس 5، إنه شو رأيك؟ بالحقيقة أنا هون يعني ما بقدر أقول رأيي، لأنه أنا كنت ممتحن ولست ممتحن، يعني كنت طالب ولست، يعني أنا حاليا لست مدرس للغة الألمانية مثل ما ذكرت بأحد الفيديوهات. فبهالحالة لازم ناخد رأي اللي امتحنوني. طبعا اللي امتحنتني بهذا، خصوصا بهذا التايل، فراو هويبا، هي عبارة عن مدرسة لغة ألمانية من العيار الراقي، يعني وأفضل، يعني تعتبر من أفضل المدرسات بهذا المستوى، تمام؟ درست المستوى 20 سنة. طبعا هي عملت لي هذا الامتحان لما كنت أنا مستوى بيتس 5، وهلا رح أفرجيكم الورقة اللي قدمت، يعني الورقة اللي ورقة الفحص اللي قدمتها. طبعا انا كتبت لكم اياه بشكل يعني خالي من الاخطاء، ويعني بعد التصحيح. طبعا هاي الاين كاوفن ان فاكي شفتهم، تمام، هاي تعتبر اقل علامة بجيبها بهذا التايل من الامتحان. طبعا اخطائي كانت عبارة عن اختيار احرف الجر والفواصل والنقط بالكبير والصغير، يعني الحروف الكبيرة والصغيرة، اختيار بعض الافعال. فيا اختي او يا اخي، طبعا مثل ما شفت حاليا انه يعتبر هذا المستوى الكتابي اللي انا كتبته بنجحك بهذا الامتحان، تمام، مو بس بنجحك، يعني بيجيب لك علامات عالية، يعني مثل ما انك شايف. واكيد انا ما كنت راح انزلكم هيك فيديوهات او هيك نصوص لما هن مثلا ما بنجحوك بهذا الامتحان، يعني ما، يعني انا متاكد انه اذا بتكتب بهذا المستوى بتجيب علامه شبه تامه او تامه. يعني مثال هدول الفيديوهات اللي نزلت لكم اياهم بهذا على هاي القناه، مثل ما انتم شايفين 40 من 40، هاي طبعا التالي الاثنين بفحص الشرايبن، وهاي كمان 40 من 40. طبعا هون وهاي 56 من 60، يعني مثل هاي 56 واحد ناقصه، مثلا ناقصه 4 علامات لينجح بالامتحان، يعني من تايل واحد ناقصه 4 علامات لينجح، فما بالك اذا حصل علامات عالية كمان بالتايل 2، فشاد راح يجيب. هلا شفنا نحن راي المختصين بهذا او بهدول النصوص اللي انا نزلت لكم اياها، تمام، هي عداكم عن الاشخاص، عشرات الاشخاص، مو يعني اشخاص كمان، عشرات الاشخاص اللي نجحوا وبعثوا لي نتائجهم، وعدد كبير منهم جابوا علامات اعلى من اللي انا جبتها بالامتحان. يعني ما بدي اخترق خصوصيتهم واروح اعرض لكم الرسائل وما الى ذلك لمجرد انه اثبت كلامي، لكن في اشخاص صدقا، يعني انا بتذكر بعثوا لي جابوا 97، قال اجاهم نفس الغذاء النباتي وكتب النص هذا الشخص مثل ما هو وجاب 97، انا ما اعتقد 97، يعني متذكر تمام. في اشخاص جابوا 89، في اشخاص جابوا بالتسعينات، يعني اغلبيه الاشخاص اللي ارسلت لي جايبين بالتسعينات، كلنا بيقولوا لي نحن استخدمنا نفس طريقتك او كتبنا نفس المحتوى اللي انت منزله، تمام. فهون يعني ردي لك، تنجح وبعلامات عالية كمان، يعني مو بس بتنجح.
فبالنسبة لأنه مثلا تشوف أنه النص بسيط، يعتبر بسيط بالنسبة لك، فأنت يا معناتها مستواك عالي كتير. فبنصحك أنه تروح مثلا مباشرة تقدم السي اينز، ليش لتضيع وقتك مثلا بالبيتس فاي. هاي بالنسبة لأول أخ، أو أول أخت ما بعرف. الأخ الثاني اللي اسمه همام أو همام جمعة، كتب لي تعليق تحت الفيديو اللي نزل اليوم: ما شاء الله أخي ناظم، شكرا على المعلومات القيمة. أنا بس حزين جدا وعندي إحباط كبير يا صديقي، لأنه كنت في امتحان البيتس فاي ليزن امبارح في القاهرة بمعهد جوتي، والحقيقة دي تاني مرة أدخل الليزن وحاسس إني هسقط برضو. الوقت مش بيكفي، والسؤال التاني مش عارف أحل فيه حاجة خالص، وعملت زي ما أنت قلت، أحل السؤال الأول ثم الثالث ثم الأخير عشان أضمن النجاح، بس برضو الوقت سرقني وخربطت كتير ومش عارف أعمل إيه، وتدربت كتير جدا وبرضو بتوتر وحاسس إني هفقد الأمل. آسف على الإطالة، ونصيحتك ليها. بالحقيقة أنا حاسس فيك، يعني بعرف التوتر اللي انت هلا عايشه، لان انا كنت عايش نفس التوتر، وقررت بوقت من الاوقات انه استسلم وما اكمل بالكورس البيتس فاي. يعني كان كورس ببدايته، بعد اسبوعنا الاول، يعني خلصنا اول اسبوع في الكورس البيتس فاي، فراحوا عملوا لنا امتحان بيتس فاي. يعني تخيل واحد طالع من مستوى مثلا البي ايز ويجي مباشر يعملوا له امتحان البيتس فاي، فكان يعني سبب لي احباط كبير. يعني ما نجحت بالليزن، ما نجحت في الهورن، فش غايبا جبت على حد الكسر، في الشبغيشن كمان جبت على الحد، فكان سبب لي هذا الشيء احباط. لكن بحالتك هاي انت عندك مشكلتين: مشكلة بسرعة القراءة او استخلاص المعلومات على السريع، او المشكلة الثانية اللي هي عندك اياها، عندك كمية مفردات باللغة الألمانية قليلة. فأنت بنصحك أنك تزيد مفرداتك باللغة الألمانية. يعني هذا الفحص خصوصاً الليزن هو فحص مفردات. يعني إذا أنت عندك مفردات كتيرة، فأنت عندك فرصة كبيرة لأنك تنجح هذا الامتحان. تمام؟ اثنين، عدد أو زيادة عدد المفردات اللي أنت حافظان راح يساعدك كمان بالقراءة السريعة. يعني أكيد أنت إذا حافظان الكلمة المكتوبة، فأنت راح تعدي علي مرور الكرام، يعني ما بتبرك تركز فيها أو بتتذكر شو كانت هالكلمة وشو كانت هالكلمة. وبالنسبة أنت بتقلي أنه يعني عملت مثل ما أنا قلت، أنه الأول وبعدين الثالث وبعدين الخامس، أنا هيك يعني هيك كنت أعمل، وكنت أضمن علامة هدول الثلاث تايلات، وكنت هدوليك يعني عايفون على الله، إن جبت نص العلامة جبت، ما جبت يعني على قليلة إنه نجحان بهذوليك. وصدقا أنا بيوم الامتحان المراقبة قالت ضل 5 دقايق، وأنا كنت وقتها مبلش بالتالي الثاني، يعني حتى التالي الثاني ما لحقت الصراحة، وشلفت الأجوبة شلف يعني، والحمد لله إنه نجحت على 73. يعني حتى يعني كان حلمي انه انجح على 60، لانه كنت دائما اثناء الامتحانات الاعملة عندي مشكلة بالليزن، واحيانا يكون عندي مشكلة كمان بالهورين. فيا اخ همام، خد فترة راحة، رجع خطط من اول وجديد، واهم شيء انه تعيف مجال منيح. اذا لا سمح الله رجعت رسبت، تعيف على الاقل 3 أشهر أو 4 أشهر، حضر حالك منيح وروح خلاص. يعني دارت تروح أنه رح أنجح بهذا المستوى. تمام؟ يعني وعلما أنا لما حضرت لهذا المستوى طول تحضيري تقريبا 5 أشهر، 5 أشهر و20 يوم، هيك شيء. لكن إذا عندك أنت مشكلة كبيرة، فزيادة الكلمات أو مفرداتك هي اللي رح تساعدك أو تكون الحل لألك، والله يكون بعونكم. يعني أنا يعني قلبي عم بوجعني عليكم، يعني صدقا بشوف تعليقاتكم أو بتبعتولي على الانستا أو على الفيسبوك، يعني حاسس فيكم تماما،
ومتأكد إنه هذا المستوى أو الليزن، خصوصيا الليزن، هو يعتبر من أصعب الامتحانات. وأنا بشوف إنه الواحد اللي بيقدر مثلا ينجح بقسم الشغايبن وبيقدر ينجح بقسم الشبغيشن بعلامات عالية يعني، وبيخلص حاله بامتحان الهورن، عنده فرصة كبيرة لأنه ينجح بكل سهولة بامتحان السي اينس. تمام؟ ليش؟ امتحان السي اينس قوته لازم تنجح بفحص الشبغيشن، طبعا عليه 25 علامة، ولازم تنجح أو تجيب 60% في الثلاث فحوصات، يعني الفحص تبع الشغايبن والهورن والليزن بتنجمع علامتهم مع بعض، ولازم تجيب على الأقل 45. فأنت إذا كنت كتير منيح في الشغايبن وماشي حالك في الهورن، فأنت هيك هيك نجحان بهذا القسم. بضل عليك فحص الشبغيشن، طبعا فحص الشبغيشن سهل أكيد، يعني أكيد لما أنت بتكون وصلت لهذا المستوى أكيد يعني الحكي عندك سهل. ففرصة الشخص ينجح بامتحان السي اينس أعلى بكتير من أنه واحد ينجح في البيتس فاي. ليش؟ لأني التايلات أو الامتحانات تبعيت البيتس فاي منفصلة، يعني الليزن لحال لازم تنجح في الليزن لحال، لازم تنجح في الهورن لحال، وبالقسمين التانيات لازم تنجح فيهم. ف يعني أنا هذا رأيي حاليا، صار لي تقريبا 10 أيام بكورس السي اينس، وعملنا بعض التمارين اللي بتجي بالامتحان، يعني كانت امورنا مرتاحة يعني. فالله يكون في عونك يعني، انا بحسس فيك، وما يعني ما بعرف ايش راح اقدم لك اكتر من هيك صراحة، فما بقدم لك غير الدعاء. الله ينجحك وينجحكم كلياتكم يا رب، وان شاء الله بتحققوا احلامكم وبتكون اي ذكرى يعني لكم، وحلو هيك تكون عندك تحدي وتقدر تجيبه ان شاء الله. فشد حالك وشدوا حالكم كلياتكم، وان شاء الله بتنجحوا بهذا الامتحان يا رب. يلا بدي اروح اكمل دراستي، كان معكم ناظم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.